اهلا بكل مشاهدينا من جديد. دلوقتي معادنا مع احوال الطقس وهيئه الارصاد اللي بتتوقع ان النهارده الطقس يكون حار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحراره، رطب على السواحل الشماليه، ومائل للحراره رطب على باقي الانحاء. كمان لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة، وهنلاقي ده في النهار، وده بيزود الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم بتتراوح ما بين درجتين لأربع درجات. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة هنتعرف عليها من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. دكتورة منار، سؤال حلقتنا النهاردة بيتكلم عن إمتى الواحد بيقدر يبرر تصرفاته. أعتقد النهاردة أكتر يوم ممكن تبرر لنا إحنا ليه حاسين بالرطوبة العالية، وليه حاسين إن إحنا بنتنفس بخار مية. هو إحنا بالفعل بنتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، طبعا بتتحمل بكميات كبيرة من بخار المية، فبتؤدي لارتفاع كبير في نسب الرطوبة خلال فترات النهار وأيضا خلال فترات الليل، وده اللي بيزود إحساسنا أكثر بارتفاع درجات الحرارة والأجواء الخانقة اللي احنا دايما بنحسها في شهر 8 بسبب ارتفاعات نسب الرطوبة. يمكن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات، يمكن كمان أقل من المعدلات، يمكن أقل شوية كمان النهاردة، يمكن يعني النهارده اليوم العظمى على القاهره الكبرى 34، اقل من امس بحوالي درجه، لكن الارتفاع الكبير في نسب الرطوبه هو اللي هيخلينا نحس بيها لو تكون 38 او 39 درجه مئويه، لان نسب الرطوبه بتتجاوز ال 95% على السواحل الشماليه، ال 85% على القاهره الكبرى، ده طبعا خلال فترات الليل، فده بيؤدي المزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحراره والاجواء الحاره الرطبه فترات النهار على اغلب المناطق الشماليه حتى القاهره الكبرى، شديده الحراره الرطبه فتره النهار ايضا على جنوب الصعيد وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وكمان مع زياده فترات سطوع اشعه الشمس ده بيزود اكثر احساسنا بارتفاع درجات الحراره. فترات الليل مع ارتفاع نسب الرطوبه هنحس بالاجواء المائله للحراره فترات الليل، لكن مع فترات المساء مع ساعات المغرب وبعد ساعات الظهيره الفترات دي هنشعر بوجود نشاط للرياح سرعاته ما بين ال 30 الى ال 40 كيلو متر على الساعه، ده هيساعد نوعا ما على عدم الاحساس بنسب الرطوبه الكبير، فبالتالي بنحس في الاوقات دي يعني اجواء معتدله في الاوقات ديت وانخفاض في درجات الحراره طفيف، لكن بس ده هيخليني اقطع حضرتك دكتوره منار واسالك، احنا يمكن حاسين بالرطوبه عاليه جدا والارقام بتقول ان احنا ممكن نكون النهارده بيسجل 90% من الرطوبه، هل ده اكتر ارتفاع ممكن نكون وصلنا له عندنا في مصر 90% ارتفاع الرطوبه، وهل ده متوقع انه موجود معانا ومستمر؟ هو دايما شهر 8 هو ذروه ارتفاعات نسب الرطوبه، يعني نسب الرطوبه على المناطق الساحليه تتجاوز احيانا ال 95%، على القاهره الكبرى احيانا في بعض الايام بتتجاوز 90% في شهر 8، فده امر طبيعي دايما متعودين عليه في شهر 8، مع نهايه 8 وبدايه شهر 9 وبدايه دخول فصل الخريف هتبدا تدريجيا نسب الرطوبه تقل، خاصة لما بيبقى في نشاط سياحة على مسطح البحر المتوسط نسب الرطوبة بتقل. كل الشكر. خلينا نتكلم كمان اليوم على وجود طبعا شبورة مائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي كمان لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، بالإضافة إن اليوم لسه معانا طبعا فرص لسقوط الأمطار الخفيفة واللي قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد بعض المناطق من المجرى الملاحي، لكن مفيش أي قلق تماما من طبعا سقوط الأمطار. ربنا يسلم، كل الشكر ليكي دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا خلينا نتعرف على درجات الحرارة بالتفصيل. القاهرة العظمى فيها بتسجل 34 والصغرى 25، الإسكندرية 32-25، مطروح 30-24، سيوة 37-24، بورسعيد 32-25، دمياط 32-25، الإسماعيلية 35-24، والسويس 35-24. العريش العظمى بتسجل 33 والصغرى 24، طابة 37-26، كاترين 34-19، شرم الشيخ 39-29، الغردقة أيضا 39-30، الفيوم 35-25، بني سويف 36-25، والمنيا 38-25.
أسيوط 39-25، سوهاج 39-26، قنا 42 والصغرى 27 درجة، الأقصر 42 والصغرى 28، أسوان أعلى درجة حرارة النهاردة بتسجل 43 في الظل والصغرى 31، الوادي الجديد 42-25، شلاتين 39-31، أما حلايب العظمى فيها 35 والصغرى 28. الجو النهاردة زي ما قلنا قد يكون معتدل في درجات الحرارة، لكن ارتفاع نسبة الرطوبة هي اللي هتحسسنا بدرجة الحرارة العالية. خلينا نرجع دلوقتي لشاذلي والجمانة ونكمل معاهم باقي فقراتنا، اتفضلوا. شكرا لك يا مام. شكرا.